ما راح رد عليه. ليه؟ ما مش نائب زميلك بدك تحترمه كمان. انت معروف عنك تحترم الناس. انا كثير بحترم كل الناس، مش هيك ما بدي رد. ليه؟ بدي احكي شيء ابعد من هيك. سيز مارسيل رح فرجيك ورقه. شو هي؟ اتفاق بكفايه؟ لا لا، اتفاق معراب. بذكرى اتفاق معراب مثل بكره، بعتقد اتفاق معراب هالجمعه 18 كانون الثاني بعد بكره. ايف لك الصدف، فرجيك هيدي يا متعاز. الاستعيد هيدا الجراف. نعم، بفرجيك انه جاعون بك بتاخذ الجراف. نعم، من وقت ما انعملت التسويه الرئيسيه. طب احملوا تنقشعوا. نعم اوكي، من وقت ما انعملت التسويه يعني من هون. نعم، زاد العجز بموازنه الدوله 50%. طلع من الأربعة مليار للستة مليار. في سلطة مسؤولة عقدت اتفاق بالألفين وخمس آخر 2015 بداية 2016، اتفقوا الشباب مع بعضهم، ركبوا سلطة بالمحاصصة وعملوا أخذوا البلد جماعيا. وهون أنا بحمل مسؤولية كل الكتل النيابية، بحملهم مسؤولية. شو أول مسؤولية؟ أنه بالتسوية الرئاسية سلمنا قرار البلد. تاني مسؤولية، انعمل أبشع أنواع وأشكال المحاصصة بتاريخ لبنان. تصوت على ثلاث موازنات وهمية هي اللي وصلتنا للمحل اللي وصلنا له. تصوت على سلسلة وضرائب بالإجماع كلهم مسؤولين عنا. نحن طعنا فيها بالمجلس الدستوري، أسقطناها بالمجلس الدستوري، رجعوا أصروا يفوتوها من خلال الموازنة الضرائب. هن بالتكافل والتضامن صرفوا قبل الانتخابات بأربعة أشهر مليارين دولار زيادة عن يلي انصرف بهال نفس أربعة أشهر بالسنة اللي قبلها. عشو صرفون؟ بال 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 بالوزارات تبعهم تمهيدا للانتخابات. أقروا كل هال إذا بدك الصفقات يلي انعملت، المحاصصات اللي انعملت. في حدا بده يتحمل مسؤولية المحل اللي وصلنا له؟ نحن عم نحذر وعم نعيط وعم نصرخ، ورحنا على المعارضة وتحملنا مسؤولياتنا، قدمنا أسئلة للحكومة، طلبنا تشكيل أربع لجان تحقيق نيابية، رحنا على القضاء، رحنا على الإعلام، مجلس النواب، وين ما كان لعبنا دورنا بالكامل، حذرنا من كل شيء وصلنا له اليوم. أنت أصلاً في حدا بده يتحمل مسؤولية؟ 2013 بمقابلة معي قلت الثورة آتية وهناك حراك شعبي سيطيح بالجميع، والأداء السياسي لم يعد يحتمل. أكيد